أنا لما بديت حياتي ما بديتها بالشكل الصح، بس أتمنى إنه يكون باقي حياتي اللي أنا حنهيها بطريقة صحيحة. أمي علمتني من وأنا صغيرة إذا بسوي حاجة أخلصها لله. أي إنسان في الدنيا محتاج إنه يدخل على ربنا سبحانه جل وعلا، وباب الله تبارك وتعالى مفتوح، لكن باب الله تبارك وتعالى مفتوح لمن أخلص لله رب العالمين. فالمخلص يكون تحت ستر الله وتحت كنفه وتحت رعايته، تحوطه رحمة الله من كل جانب، وذلك لا يكون إلا من باب الإخلاص. الإخلاص الذي يدخل منه العبد دائماً لله رب العالمين، لأن مراد الله تبارك وتعالى من العبد الإخلاص. الله ما يريد منا إلا أن نخلص في كل أعمالنا. ومن هنا ربنا تبارك وتعالى ينعم على الصالحين وينعم على الصادقين فيرزقهم الإخلاص. قال الله رب العالمين: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أحد الصالحين اسمه الإمام الجنيد رحمه الله قال: لنهدينهم سبلنا، أي لنرزقنهم الإخلاص. طيب يعني إيه إخلاص؟ بنسمع الكلمة دي كتيرة. يعني إيه إخلاص؟ الإخلاص أن تكون حركات العبد وأن يكون سكونه لله رب العالمين. أنت بتتحرك الحركة، تتكلم الكلمة، تفعل الفعل، كل حياتك لله رب العالمين. حتى إذا ما تكلمت، لو أنت صامت ما بتتحركش، جاي تنام، السكون اللي أنت قاعد فيه ده ليه؟ قال: أن تكون حركاتك وسكونك لله رب العالمين. وربنا قال لنا الكلام ده في القرآن: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أنا كبرت وعشت في السعودية كل حياتي، ولما وصل عمري 17 سنة اضطر أبوي إنه يرجع الديرة، كان عندنا شوية مشاكل وزي كده، وكمان جدتي الله يرحمها كانت تبي تشوف أحفادها اللي كانوا في السعودية، فبعد كده إحنا اضطرينا كلنا نرجع الديرة. أبوي كان لي رغبة إنه أنا أجي لمصر، فاضطرت إنه ألبي رغبته بحكم إنه كان يدرس هنا في الأزهر كمان، فهو يبني أكمل مسيرة حياته. الشيطان يدخل للإنسان، الإنسان يريد أن يخلص الله عز وجل، فالشيطان يدخل له فيفسد عليه هذا الإخلاص حتى يدخله في باب الرياء. عارف المخلص ده؟ المخلص ده يخلص لله رب العالمين عندما اطلع الخبير على ما في الضمير رزقه الله الإخلاص. بعض الناس محتاجة أن هي تخلص وبتقول: كيف الطريق؟ أين الطريق؟ دلوني على الطريق. الطريق اللي أنت تجتهد في الطاعة وفي العبادة، تسأل ربك تبارك وتعالى أن يرزقك الإخلاص. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإخلاص سر بين العبد وبين الرب. الإخلاص لا يطلع عليه ملك حتى يكتبه، ولا شيطان حتى يفسده، ولا هوى حتى يميله، فهو سر بين العبد وبين الله تبارك وتعالى. أنا كمريدة أمي علمتني من وأنا صغيرة إذا بسوي حاجة أخلصها لله. أمي تقول الحاجة إحنا لما نيجي نقدم على شغل أو عمل، لو إحنا ما أخلصنا لله العمل دي أصلاً ما لها ذوق، ما لها طعم، لا حلو ولا مرة. نعم. يعني هي كده سادة. فأمي لما علمتني هذا الشيء أنا تيقنت إنه هذا الشيء من جد. ليش؟ حصل لي مواقف كثيرة إنه أنا لما بديت حياتي ما بديتها بالشكل الصح، بس أتمنى إنه يكون باقي حياتي اللي أنا حنهيها بطريقة صحيحة. تعرفين في حديث عجيب جداً
إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة، وأول الناس ما تسمع الحديث ده وتقرأ هذا الحديث لأول وهلة إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ممكن حد يكون يعني صالح، إن الله رب العالمين يقضي بين الصالحين يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، إن أول الناس من يقضى عليه يوم القيامة رجل، وشوف لاحظ معايا، قال رجل تعلم العلم وقرأ القرآن. تعلم العلم وقرأ القرآن، وبعض الناس ممكن تفتكر ما شاء الله تعلم العلم وعلمه الناس، قرأ القرآن وعلمه الناس، فده إن شاء الله من أهل الجنة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، الراجل ده عمل النعم كثيرة جدا، منها العلم وقرأ القرآن، فالله رب العالمين أتى بهذه النعم حتى عرفه نعمة، فقال ما عملت فيها؟ قال يا رب، شوف، وكأن ويكذب على الله، يقول يا رب تعلمت العلم فيك وقرأت القرآن وعلمت القرآن لك يا الله، فيقول الله لا كذبت، بل تعلمت العلم حتى يقال عالم، وقرأت القرآن حتى يقال قارئ. وقد قيل الناس خلاص انت عاوز حظك من الدنيا، وفعلا حصل لك حظك من الدنيا والناس بدأت تذكرك، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. ده أول واحد. الثاني رجل استشهد في سبيل الله، فربنا يجيب له النعم، يعرفه النعم، ويبدأ يقول له ما عملت فيها، يقول يا رب ما شاء الله أنا استخدمت إيدي واستخدمت رجلي في إيه؟ قال في الجهاد في سبيل الله، قاتلت فيك حتى استشهدت يا رب العالمين. فيقول الله رب العالمين كذبت، بل قاتلت حتى يقال ما شاء الله شجاع جريء مجاهد. وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. الثالث ورجل أعطاه الله المال ووسع عليه، ربنا اداله مال كتير جدا ووسع عليه، فربنا سبحانه وتعالى يحضر النعم، فيأتي ربنا تبارك وتعالى بالنعم فيعرفه إياها، فيعرف هذه النعم، عملت إيه في النعم دي؟ يقول له يا رب أعطيتني المال وتصدقت فيك ومن أجلك ولك يا رب العالمين، فيقول الله رب العالمين كذبت، ولكن تصدقت حتى يقال ما شاء الله هذا رجل سخي، هذا رجل جواد، هذا رجل كذا وكذا. وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. أحياناً الإنسان يعمل العمل، حديث عجيب عجيب جداً، لأن بعض الناس ممكن تعمل الأعمال الصالحة وتظن إن هي بكده خلاص نجت. خلي بالك بين العبد وبين الإخلاص شعرة، الشعرة دي ممكن الشيطان يدخل للعبد من هذه المنطقة فيفسد عليه ما هو متجه إليه. مريدة لو غمضت عينيك وفتحتيها لقيت النبي صلى الله عليه وسلم قدامك، هل حالك في الإخلاص هو هيكون قدام النبي صلى الله عليه وسلم هو نفس الحال؟ من ثمار الإخلاص أن الأمة تنصر بدعوة المخلصين، تنصر بالمخلصين. تخيل لو إن في بلد من البلاد عمالة فيها هزيمة وفيها تنافر وفيها شحناء، عارف ده بسبب إيه؟ بسبب ناس فيها مش مخلصة. لكن لو في ناس مخلصين في المجتمعات أو في المجتمع اللي فيه تنافر وشحناء، تلاقي ربك تبارك وتعالى ينصر هذه الأمة. لكن أحياناً ربنا يبتلي الأمم من أجل الاختبار، فده شيء آخر. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ينصر هذه الأمة بضعيفها، بإخلاصهم وصلاتهم. الله عز وجل ينصر الأمم بإخلاص المخلصين. كان واحد اسمه محمد بن واسع، محمد بن واسع هو زين القراء وإمام العباد رضي الله عنه وأرضاه. محمد بن واسع كان عجيب في إخلاصه لله رب العالمين، فكان في جهاد فتح كابل مع قتيبة بن مسلم، وبعدين قتيبة بن مسلم أثناء كده وهم في الجهاد قعد يدور فين محمد بن واسع، فين محمد بن واسع، وهذا رجل من العلماء من العباد المشهورين، فين محمد بن واسع، مش لاقيه محمد بن واسع. قال ابحثوا عنه، فلو قاعد في زاوية كده
في مكان يختلي بربه تبارك وتعالى، ما هو سر بين العبد وبين ربه، لا ملك بيعرفه عشان يكتبه، ولا شيطان عشان يفسده، ولا هوى عشان يميله. ومع ذلك قعد محمد بن واسع في مكان وبدأ يدعو ربه، فالناس شافوا محمد بن واسع ونادوا القتيبة بن مسلم، ده محمد في المكان الفلاني. فذهب قتيبة رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى محمد بن واسع، فوجده رافعا يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ويدعو ربه سبحانه جل وعلا ويصلي ويبكي. فقتيبة بن مسلم بيقول له: أنت بتعمل هنا إيه؟ بتعمل إيه في هنا؟ قال: آخذ لك بمجامع الطريق. إيه مجامع الطريق؟ ده أنا بهون عليك المسألة، ده أنا بقرب لك المسافات. طب بتقرب لي المسافات إزاي؟ قال: بالدعاء لله رب العالمين بهذا الإخلاص. قال قتيبة بن مسلم: لإصبع محمد بن واسع، الصباع والإيد اللي مرفوعة لله نحو السماء، خير من ألف سيف شهير وشاب قوي طرير. وبالفعل كان النصر حليفا للمسلمين. لما جيت هنا بداية الطريق اللي هي واجهتني مشكلة، إنه أنا وافدة، أنا وافدة كطالبة وافدة بشهادة من دولة غير ناطقة بالعربية، صعب أخش جامعة بالتخصص اللي أنا أبغاه. فقبل ما أحط الدمغة على الورقة على الشهادة نفسها، دقيت على أبويا فقلت له: أبويا أنا أبغى تخصص علم نفس بس صعب، أنا وافدة. سألني السؤال اللي هي يعني خلتني أصحى على نفسي، إنه أنا عندي الإخلاص ولا لا، واللي هي: أنت ليش تبي أصلاً التخصص دي؟ فأنا لما جيت قلت له إنه قلت له حاجات إنه أنا بصير طبيبة، بعالج الناس، بعالج شعور الناس، يعني ما حد ما يفهمها إلا هم نفسهم، فإحنا نقدر شوي نمهد لهم طريق إنه يخرجوا أحاسيسهم، إلا إذا مثلاً فضفض اللي جواته وتكلم وشرح صدره وكده، يعني إحنا نحتاج أحد يسمعنا ويدينا النصايح. فأنا قلت له أبغى أسوي كده، فهو جاء قال لي: دام أنت خلاص طريقك صح، أفرش سجارتك وادعي ربك إنه إذا هذا من جد اللي أنت قاعدة تنويه حيكون ليكي، من جد حيكون لك. طيب إيه نتيجة الإخلاص؟ نتيجة الإخلاص الإنسان المخلص تلاقي قلبه ما فيهوش غل ولا حقد ولا حسد. النبي اللي قال لنا الكلام ده صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من ثمار الإخلاص تفريج الكروبات. عارفين الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار؟ إيه اللي حصل؟ كل واحد منهم بدأ يدعو الله عز وجل بعمل صالح كان فيه مخلصاً لله رب العالمين. فالأولاني بيقول له: يا رب بالعفة، فأنا كنت مخلص في العفة. والتاني يقول له: يا رب بالبر للوالدين. والتالت يقول له: يا رب كان واحد شغال عندي فحفظت له المال وبدأت أشغل له المال، وأنا كنت مخلص مع هذا الخادم يا رب. فالثلاثة كل واحد يتوسل إلى الله رب العالمين بعمل صالح حتى فرج الله عنهم ما هم فيه. انت وانت حاسس بالكرب وحاسس بالهم، اخلص لله، اسجد بين يدي الله، اسجد في الساعة التي ينزل فيها ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، ينزل برحمته، ينزل أمر ربنا إلى سماء الدنيا، ينزل الله رب العالمين يقول: هل من مستغفر؟ هل من مسترزق؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ هل من سائل؟ اسجد بين يدي الله رب العالمين، أخلص لله، استغفر ربك، وبالأسحار هم يستغفرون، كما قال ربنا تبارك وتعالى. فأنا لما سويت اللي قال له أبويا، فجاني خبر في شهر 11 اللي هي أنه أنا انقبلت في نفس التخصص اللي أنا أبغاه. فهنا أنا تيقنت أنه إحنا لما نخلص الشيء نحصل حاجة غير عن الحاجة اللي إحنا نبغاه بس. يعني أبواب كثيرة حتنفتح لنا، أبواب يا أبواب أبواب الرزق، أبواب العمل، أبواب الدراسة. الإخلاص هذا شيء مهم، يعني ما تصير عمل إلا بالإخلاص. وإحنا ماشيين في طريق الإخلاص نسأل الله: يا رب يا رب يا رب ارزقنا الإخلاص يا رب، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، يا رب يا رب. أختنا مريدة بتقول لما حبت تدخل الكلية اللي هي فيها وباباها بيقول لها ليه،
فبتقول له الأسباب. عارف باباها نصحها وقال لها افرشي السجادة واسجدي بين يدي الله تبارك وتعالى، أخلصي لله وربنا هيوفقك إن شاء الله. وبالفعل ربنا كرمها ودخلت الكلية اللي هي فيها. من ثمار الإخلاص أن يستوي عند الإنسان المدح والذم. عادي، ما تفرقش معايا مين يمدحني مين يذمني، لأن أنا في النهاية أنا لا أريد إلا وجه الله الملك سبحانه جل وعلا. أنا بقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. أصل أنا بقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هو ده معنى الإخلاص. الإخلاص أن يكون سكون العبد وحركاته لله رب العالمين. في معاني كثيرة للإخلاص، لكن يا رب نسأل الله عز وجل يكون هذا العمل خالصا لوجهه سبحانه جل وعلا. لما نسوي شغلة يكون عندنا وقت فراغ نستغفر، عشان إحنا لما نجي نستغفر يعني نحس على نفسنا أكثر. فبداية الاستغفار هذه حتجيب طريق الاستقامة، تدعي من الله إنه يصحيك في نص الليل عشان تقوم تتهجد وزي كده. فهنا تبدأ الاستقامة. كيف؟ إنه أنت لازم تستقيم على التهجد. فأنت لما تواظب على التهجد أنت تحس يعني كده أيامك خلاص يعني صارت عادية، يعني أنت متعود عليها خلاص. فلما تتعود على الشيء ده تيجي بداية الإخلاص. بسبب الإخلاص يخلي الإنسان عنده حكمة. الله يجري الحكمة في قلبه وعلى لسانه. كان سيدنا الإمام الجنيد يقول الكلام ده، يقول من أخلص لله 40 يوما تفجرت الحكمة من قلبه وعلى لسانه. جرب جرب وانت تعرف حقيقة الإخلاص. ربنا بيقول واتقوا الله ويعلمكم الله، هي دي الحكمة. واتقوا الله ويعلمكم الله. المخلصين بيستوى عندهم قضية، بيبقى عندهم حاجة اسمها إخفاء العمل، مش عاوز يظهر للناس. لا يقوم الليل ثم يخرج في الصباح ويقول أيها الناس لقد صليت الليل اليوم، أو صليت الليل الليلة. ما عندوش الكلام ده أبدا. أو أنا صائم النهار، أو أنا صليت لله 2 ركعة. لا، ده هو يخفي العمل. أخسر الخاسرين من أبدى صالح عمله للناس وبارز الله رب العالمين بالعصيان. أتمنى من كل البنات إنه قبل يعني هم دحين قاعدين فترة الدراسة اللي هي فترة الجامعة، أتمنى من هذه الفترة ما تكون فترة نيتهم إنه يكون إيه حصاد الشغل، لأنه يعني صراحة الشغل تيجي وتروح. تخيل معي يوم القيامة كنا نوقف قدام ربي ويسألنا أنت ليش درستي ده التخصص، هنقدر نجاوبه؟ فأتمنى من البنات يعني يصحوا على نفسهم ثاني مرة ويصلحوا نياتهم إنه هم دحين دارسين عشان يحصدوا العلم، مو عشان يعني دارسين عشان يشتغلوا، مو عشان دارسين عشان يبغوا إنه يقولوا خلاص أنا جامعية وإنه أنا أدرس كذا وكذا وكذا. لا، إحنا دارسين عشان نبغى علم، عشان هذا العلم ينفعنا في الدنيا وإن شاء الله ينفعنا في الآخرة. مريدة لو غمضت عينيك وفتحتيها لقيت النبي صلى الله عليه وسلم قدامك. عليه الصلاة والسلام. هل حالك في الإخلاص هو حيكون قدام النبي صلى الله عليه وسلم هو نفس الحال؟ حالي الله أعلم. أول شيء يمكن النبي حيشفع لي ويشفع لي أهلي، يعني يدعي لنا إنه نخش الجنة كلنا مع بعض، وهذا الشيء اللي أنا أتمنى يعني الله يرزقنا الشفاعة إن شاء الله. يا رب يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد كما تحب وترضى. اللهم يا ربنا يا كريم يا رب العالمين، اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك الكريم خالصا، ولا تجعل لأحد من البشر منه شيئا،
ولا للشيطان منه حظا ونصيبا. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا كريم، ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. اللهم يا ربنا اجعلنا نخشاك كأننا نراك. اللهم ارزقنا يا ربنا إخلاصا يدخلنا يا ربنا في كنفك وتحت رحمتك ورعايتك. اللهم يا ربنا استرنا يا ربنا استر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.